أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه ولم تهرج الدنيا من العدم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع مشايخنا رحمهم الله تعالى: أبا بكر، إن دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو عقلت إلى علم تكون به إماما مضاعا، إن نهيت وإن أمرت. أبا بكر يا أبا بكر، أبا بكر، ودعوتك أني وأديك وكويري إلى ما أياك ويري أمر إنتي كأماغ فيه ما قد حيس حظك نعفي يدافت هذا. لو أجبت أجيبتنا، لو أجبت أجيبتنا، لو ذا تمنيا لقدقه إلا ما أمر إنتي كأيان كويري ما قو فيه ما قد حيس حظك نعفي يا دافت هذا أو هذا. لو عقلت هدي أد قرى لهي، هدي أد قرى لهي. أبا بكر يا أبا بكر، أبا بكر، دعوتك أنا قو أديك وكويري إلا ما شيء إنتي كأيان كويري ما قو فيه ما قد حيس حظك نعفي قاق أو هذا. لو أجبت أجيبتنا يشينا لقى يشينا وحدن كوة أيام كوت الماما هيا. لو عقلتها دي أد عقلي يقرشلها لهاي دون وحماشا شيخ أكب الله بهايا جيب سيقى أماها القب سيقى وحوكوها القب سانا هيا. نكا أبكر ليرا إنو جرى إنو سنجرين انتبا واسورو أد ترجمة الشيخ أيو أولادي سيئو إن لفيري أمبانا لقوة كرا وصورة قل إنو جراء ولد كي سأويهي مركا والله هذا الله هيو هذا الكديبك إما الدوانا رقا دكتاو كشرحي غارك مدها المدائن إليهين ما أهن أول كي سيوا غلاك لا يدو هذا وحلو دليشان هيا إيسان إنتاجينين أما إيسان نتيجينين إن ولد كي سأوسان هاي. وهذا الشيخ دبدا بيوحو سميد دانا مركو إن بدن نصيحة لدعو لدعو ومركا دليلها يعبها خطرتا وقدقو أيوها دانوحو أفقلين هيا ما أولقنا هيا نفتي سا عبها وكتهما هيا ما عبها إلا دهي إنو ليها سدا يا سدا يا سدا إده أيضو أدريمي أخيارتا سيدا لو يقاني نفتي سا تزكيا دي إنو كتحدار هيا وهذا غفة دور دليلة إن دليش بري أكيو أساق أفعي هيا إن نفتي سوء دران كاقادة تأسوه كلا درر هيا تاسي مركا إن ولد عايي شيخ أما نن مارا تفادي حيي إنو شيخو يهي إن إنتا لغو حكومة ولد نمادا لغي زوليو مموقتو مركي أور ربو أسنا نفتي سينو دليله لسوء بندقو أيو حولا يهي سيدا يا سيدا يا سيدا إدا أبو أديقو بإمادان تيدوا بإقاد دران تانا وكو داما هدالا نوع عاسو كلتا مركا بعيد ماهن إن ولد كاقو دلي شيخو ما لها الضبان أو الله قنا هيو نفتي سوح وتزكيه وقى إلالين هيو الضوح ويلك وكل ليلة إنو بريك يهي إليسا نفتي سومو قال إيسا نما إيسا نسو قادا ربنا ما شأن يقولنا ورقي أخيارتا هيو آد سقا ورقبي وحي لقو يقانا ونفتو ذا مرلبا إني تو ميستان وإيسا نمان يوحونا إيسا ننس بيني نوع بشاريقان إلهي عدو إلالي مقيوا وتبتاسو رعوناتك بشاريكا نعس لماذا يضغن لماذا بني أدبك يا دامتك مدى ماذا ودمت ذو حيكا سوي سنتا وحي إلي أبا بكر وأنيقو أديقا وكوية ريو وحن كوية ري وحمس الحق يدن كوة الله إيقا ياشانا إيقا ياشانا وحاس أن كوية لها يفلنتو ذا هدي قرشاء لها لهيد وحمس الحق يدن وحكوة أيان كوية ري وعن هبيراتي وحي إلي يدواتا أن كوة هيد وعمرك ويري هل كان يكفى فاين هيا إنا علم علم انتي كأه إياك ويري علمك وتكون أدق أدهاني سيد به علمك سيبتي سيماما
ruux lagu daydo oo la daba joogo la fiirsado. Imaamka mudaacan laga tala yeelo in hayta haddii adigu aad reebtid waayahay, oo markaa haddii adigu aad nahaydid ayutanabumaa nahayta, waxa aad reebtay laga fogaanahayo. Wain amarta haddii adigu aad fartidna yumtathalu, la fartoomahayo ma amarta bih. Anigu waxaan kugu yeeray cilmi, cilmiga sifadan leh waayo. Cilmiga sifadan leh waa cilmu shareeca, cilmiga dadka masaalixdooda adduunya tan aakhira u bayaaniya, oo aan marna laga maarmi karin, khasabna ay tahay awaamir iyo nawaahidiisa in loo hoggaansamo, oo nahyigiina fogaan loogu hoggaansamo, amarkiina imtithaal iyo fartoobid loogu hoggaansamo. Waxa aan kugu yeerahayo waa cilmi sifada iska leh. Ilaa cilmin ayaan kugu yeerahayaa cilmi intii ka ah, cilmigaasoo takuunu adigu aad ahaanaysid bihi cilmiga sababtiisa imaaman aad ku ahaanaysid. Ruux markaa lagu daydo oo hogaamiya aad ku ahaanaysid, uswa iyo qudwa dadka aad u ahaanaysid imaam waayahay. Waa fawaa'idda cilmigu iska leeyahay iyo sharafkiisa ayay ka mid tahay qofka caalimka inuu noqonahayo imaam. Tajibu idaacatuhu waliqtidaau bihi, in la adeeco, loo hoggaansamo, la dabagalo khasab ay tahay. Talooyinkiisa la qaato waxa uu diidayana laga haro. Haddee waana asbaabaha in badan oo ka mid ah cilmiga loo baranahayo. Lowla riyaasatu maa tacallama axadun, xikamta culimada qaar laga soo guuriyey. Annaa hogaamin iyo hormuudnimo haddii aanay jiri lahayn cidina cilmi ma barateen. Oo cilmiga inuu macnaha xambaarsan yahay ayaa dadku in badan loo baranahayaa. walowla shahwatu maa tazawaja axadun, haddii dareen iyo damaca baxaaliga uusan jiri lahayn noqofina, naag iyo nin wuxuu noqdaba cid kale ma doonteen. Oo guurka asal waxa uu ah waa shahwo iyo dareenka dabiiciga ah oo qofka ku samaysan. Marka cilmigu waxa uu iska leeyahay qofkiisa baawir ayuu u yeelaa. Inta akhyaarta ah oo ilaahay diinkiisa macno ku leed, oo dadka kuwa ugu qaalisan ay daneeyaan oo taladiisa ay u hoggaansamaan, waxa uu diidana ay u arkaan ilaahay diinkiisa in dayro uu ka yahay oo ay ka harayaan. Kow, meysada cilmiga iyo maqaamka qofka uu yeelo in badan oo ka mid a isagaa tilmaami doono. Wuxuu yidhi wayajlu, waxa uu faydahayaa cilmigu, maa ayladii kii ayuu faydahayaa, bicaynika adiga ishaada ku sugnaaday, oo min ghishaahaa daboolkeeda ah, indhahaaga dadka saaran, oo macluumaadka iyo masaalixda in ay haleelaan u diidahaya. Waxaa loo ogol yahay oo in looga manaafacaadsado ay tahay, iyo waxaan loo ogolayno in laga celiyo ay tahay. Indhahaaga waxaa saaran ee ka qarinahaya masaalixda ayaa cilmigu uu ka faydahayaa. Oo haddee qofku markii cilmi u yeesho, waxa uu noqonahayaa qof mugdi ku jiray oo kaleeto, oo layr loo daaray. Markaa indhihiisu waxay arkahayaan waxa ku xeeran, waxa halistaa, waxa anfacaya oo dhan. Haddii laakiin indhahaasi layrka ay waayaan ama iftiin xisiya ay waayaan, ma shaqeeyaan, iyadoo lagaa ridin ay kugu yeelaan guri qam ah, haddii lagugu xareeyo indhaha aad ka bilbiligsiido, wax kuu muuqaa iyo waxaad haleelay ma jiraan. Marka ay dhacdo in maaragtay iftiin aad hesho, markaasi indhihii shaqeynahayaan. Cilmigu waa tabtaasoo kale ku yahay aragga ku yahay diinka, ee qofka uu ku yahay indhihiisa. Wayahdiika adiga ayuu kugu duwahayaa, addariiqa dariiqa mustaqiimka ayuu kugu duwahayaa, idaa goortii dalalta adigu aad luntid, oo canhu dariiqa aad ka luntid. Dhabbaha xaqa markii ay dhacdo inaad ka habawdo, waxa kugu soo abbaarahaya oo kugu soo celinahaya waa cilmiga. Isaga ayaa kuu iftiiminahaya meesha wax kaa jiraan waayahay. Alimaam xasan albasri hadalada laga soo guriyey ka mid ahayd inuu yidhi, lowla alcilmu la saara annaasu mitla albahaa'imi, haddii cilmi uusan jiri lahayn bani aadamku bahaahinka kama bedelaadeen ee lamiduu noqo lahaa. Maadada la dheer yahay waayo waa idraaga iyo garashada
macluumaadka lagu ugaarto. Fawaida marka cilmiga uu leeyahay, tii koowaad waxay noqotay in uu hoggaanka dhigayo laga tala yeelo. Talabaad waxa ay noqotay indhahaaga dadka saaran inuu wareejinayo. Ta saddexaad waxay noqotay dariiqa iyo abaartu meeshay kaa jirto mar walbaba inuu kuu iftiiminahayo. وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت تحمل أدقو حد قاديسا منه علمك دراديسا تاجا كوفي يدوب أياد قادنيسا في ناديك قولها قدحيس ما شدتك أسوقي ماذا نوات كتك ورنتهي مقال قارا أياد ليذا دار تمر على الله بوضو السقا أيا وحكويا لهيا ماموس يا مقال ويكسوك وحكو kugu aratirahayaa aljamaala fi lsamiici qurux yagsuuka adiga wuxuu kugu marashiyeynahayaa uu kuu labisahayaa aljamaala qurux idaa goortii cariita carayta ariita adigu aad dhar beesho oo haddii markaa adduunyu xataa aysan kaa ag muuqan asaga ayaa maamuus iyo magac kuu yeelahaya sharaf iyo qiyamaad leedahay dadka macno uu ugu fadhiyo cilmiga agtooda labis midka ugu qurxoon asagaa kuu ah haddaad doonto calalla iyo maryo jexjexanba iska wado rifco ayuu ku dhexshiinahayaa ikraam iyo ixtiraam iyo tacdiim ayaad yeelanaysaa oo qofka caalimka ah oo rabbaaniga waxyaabaha uu ku sharfay ilaahay ka mid a cilmiga qofka yaqaana waa uu kor yeelaa maqaamkiisaoo ilaahay waatu qur-aanka ku lahaa yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum ilaahay wuxuu kor u qaadaa qolooyinka iimaanka lahoo adinka idin ka mid a kuwa aqoonta la siiyana ilaahay wuxuu u kor yeelaa darajaad waayo ha golayaalka markii la isugu yimaado meesha ugu munaasibsan cilmiga ayaa kuu salaxahayo halkaasa lagu geynahayaa meesha qofka da-da kaala mida laakiin cilmiga uu ka maqan yahay kabaha meesha lagu siibta lagu horahayo lagu celinahayo wax xurmaha iyo xuquuq uusan lahayn sayid caliya waxaa loo nisbayaa inuu yidhi malfadlu ilaa liahli lcilmi innahumu mudnaan iyo qiimo ma lahan ilaa dadka ahlulcilmiga mooye innahum cala alhudaa liman istahdaa adilla hanuun dushiisa ayay saaran yihiin adilla oo waa kuwo tusiya liman istahdaa bihim qofkii iyaga ka hanuun dalba waxay u ifiyaan meesha hanuunku ka jiro wa qiimatulmar'i maa qad kaana yuxsinuhu qofka qiimihiisuna waa waxa uu garanahayo haddii qofku musuulaqad uu yaqaano musuulaqaduu ku qiimaysan yahay haddii farsamo iyo xirfad kaleeto uu yaqaano waayahay oo markaa farayaamo uu yahay injineer uu yahay aqoonaha kale qofle uu yahay aqoonta diiniga midle uu yahay waxaas uu yaqaano ku qiimeysan yahay bulshada dhexdeeda magac iyo maamuuskiisa uu la eg yahay walirijaali cala alafcaali asmaa raggu waxa ay leeyihiin magacyo afcaashooda ku salaysan waxa ay u nisbo sheegtaan amay sameeyaana lagu qiimeeyaa waa xadaad iyo waa najaar iyo waa bazaaz iyo waa callaam qofba xirfadda uu leeyahay iyo afcaashiisu waxa uu ku ciilaajiyaa loo nisbeeyaa waqadru kulli mri'in maa kaana yajhaluhu qadru kulli mri'in qof walba qadar iyo qiimihiisu maa kaana yajhaluhu maa kaana yaclamuhu miyaa waxuu garanahayo qof walba qiimihiisu inta uu yaqaanay la egyihiin waaljaahiluuna aqoonlaawayaalku acdaa uu col ayay liahli lcilmi u yihiin waa tabtaas caamo waa culimada laga kari maayo kuwada xishoodka leh maahane in badan oo ka mid a haddee waxay dareensan yihiin mudnaan iyo sharaf iyo qiimihii dhammaa inay iyagu la wareegeen iyaguna kabcidla ay taagan yihiin cid baa hadlo wuxuu yidhi caamo idinku haddaad tihiin xoolaha raacidaad ku leedihiin annaguna caano iyo cadka ugu fiican in naloo kaga keeno fadhiga naloo kugu keeno adinka ayaa dhib iyo rafaad iyo waxay leeyihiinba marahaya annagana dheeftooda marka inaad naxaxagataan oo magacya noo bixidaan oo tidhaahdaan wadaadadu beerka xariirta le way cunaan iyo wixii la mid a haddii xaq waad u leedihiinoo dheeftii intaad ka qadeen in haddana afka sacabka laynka saaro la isugu kiin dari maayo waana la og yahayoo markii la yidhaah cunid caamo cid uga badan haba yaraatee ma jirto nin culimaah oo inta badan adduunya aysanba ag oolin ayagaa inta badan ka badsada dheefta laakiin dabiicad ahaan inay col u yihiin culimada iyo hadallada noocaasi iyo wixii lamida ay cuskan yihiin.
muhiimadii markaa cishbi cilmina walaa tabqi bihi badalan aqoon ku noolow waxaad ku doorsatana aqoonta yasan jirin fannaasu mowta wa ahlul cilmi axyaa dadku waa wax baktiyey aqoonta dad kalena iyagu ma dhintaan haddii dunidan ka guuraan xitaa turaadka iyo aasaarta ireebeen iyo manaafacaadka lagu xusuusanhayaa looga ducaynahayaa inta akhyaarta ilaahay loogaga mahad celinahayaa ammaan iyo maqaaladooda lagu intifaacayaa hoolahayaa waa kan hadda sheekha kitaabkan qoraba kam intee qarni dunida ka maqan yahay inuu haatan taagan yahay sidiisii ayaa hadaladiisii loo kicinahayaa oo ay u hadalhayaan yanaaluka nafcuhu maa dumta xayan wayabqaa dikruhu laka in dahabta yanaaluka abubakarow adiga ayuu ku gaarahayaa nafcuhu cilmiga waxtarkiisu maa muddadii dumta adigu aada daa'im tahay xayan midkii nool xaalaatan inta aada nooshahay cilmigu waa ku anfacahayaa oo hadde isaga ayaa ku hagahaya masaalixdaadi isagaa kuu tilmaamahaya waxaa mafaasidaha kugu xeeran isagaa kuu tilmaamahaya aaduu marka kuu anfacaa intaad nooshahay in badanoo muslimiinta iyo muslimaadka kugu anfacahay kugu intifaacahaya oo ka faa'iideysanahaya maqaalaad iyo xikamtaada aqoonta kaa baranhaya ammaani iyo sheegitaan iyo xuskaaga wanaagsan bacdalmowd carab wanaagsan lagugu xuso ammaan fiican lagugu tilmaamana ma dhammaanayso waana arrintii nabi ibraahim ilaahay waayahay uu ka baryay markii uu lahaa wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin ilaahay waxaad ii yeeshaa carab run ah ii yeel ummadaha dambe dhexdooda hadal run ah inay iga sheegaan allow ku ilhaamiyo waayahay wayabqaa dikruhu cilmiga ilaahay xuskiisa iyo ammaantiisu laka adiga ayuu kuu harahayaa in dahabta min addunyaa haddii adduunyo aada ka guurto cilmiga waa kuu harahayaa ammaantiisu mana kaa lumayso kaa baabiimayso xadiid abu hurayra laga warinahay oo nabiga uu kasoo qaaday sala allahu calayhi wasalam ayaa nabigu yidhi haddii insaanku uu dhinto camalkiisa abaalkiisu waa uu istaagaa ilaa saddex arrimood mooye sadaqa uu intuu noolaa dunida ku reebtay oo nacfigeeda uu daahahayo cilmi la manaafacaadsanahayo ilaahay uu ka aqbalo ummadii ay ku dheefsatay walad saalixa walad muslima waa salaaxa asalkiisa waxaa loo jeedo walad muslima oo qofka u duceeya mubaasharatan aw biwaasitatin isagu toos ilaahay ugu duceeye ama sabab u noqda in loo duceeyo ummad inta isu keeno wax siiyo oo waalidkii u duceeyo yidhaahdo imaamu nawowi raximahu allahu tacaala waxa uu yidhi xadiidku waxa uu tusinahayaa waqafku asal ahaan inuu yahay wax jira abaal weynna uu iska leeyahay maadaama qofku hadduu dhinto xitaa uu daba joogo waxaa sidoo kale xadiidku uu xambaarsan yahay cilmiga mudnaantiisa oo la caddeeyo iyo cilmiga in la badsado la isku guubaabiyo iyo jeclaysiin thawaabka ee qofka aqoonta ummadda inuu u reebo uu dhaxashiyo abaalka ay leedahay oo la jeclaysiiyo iyo laalaabka badan uu helahayo iyo daaxa sidoo kale munaasib inay tahay inuu culumta ka doorto midka nacfiga badan leh midka nacfiga badan leh shay kula nacf badan yihiin intaad nooshaha cilmiga waa ku anfacaa oo masaalixdaada oo dhan kuu iftiiminhayaa haddii aad dhimatana waa raad aan lumayn oo yaalla ilaahay haddii cilmigaaga naafic uu ka dhigo huwa alcadbu almuhannadu laysa yambuu tusiibu bihi maqaatila man aradta huwa cilmigu alcadbu waa sayf almuhannadu ee dhulka hindiya loo nisbeeyo farsamadiisa laysa ma ahan seefkii yanbuu inuu baalweeclaynahayo inuu baalweeclaynahayo macnaha inuu gefahayo meeshaad ku tuurto ma ahan tusiibu bihi cilmiga waxaad ku dilaysaa maqaatila man waxaad la helaysaa ruux meelaha halistaha uu dhinto manka aradta adigoo aad doonayso cilmiga ta waa lagu dagaalaa waa la isku difaacaa waa lagu weeraraa wax alla waxa la sameeyo oo naftu u baahan tahaa cilmiga uu noqdaa waa asraarta shareecadu iska leedahay haddaa qofkii yaqaana cilmigu waa seef xiira xiiraah oo halis oo dhulka farsamadiisa safaha aada halistaa loo nisbay jira lagu sameeyey mana ahan inuu ka weecanahayo ama seegahayo meesha adigu aada ku halgaado waxaad la helaysaa qofka aad doonto inaad adigu disho ayaad la helaysaa uu leeyahay hadda cilmigu waa waxa kali oo diinta islaamka lagu difaacahayo colka horarka oo gaala iyo bidcaha waxaa lagu hortaagan yahay cilmigu waa isaga wax walbo macluumaadaho muhiim ah waxa lagu gaaray waa isaga waayahay lagu dagaalamo lagu ducaysto la isku difaaco lagu dilo wa kanidun laa takhaafu calayhi lisan
خفيف الحمل يوجد حيث كنت. كنز هو علم وكنز وكيد كايو والله تخاف لسن توق عليه اذن كي كنز وبغين او حد يكو حريسن او توق سكافر مروج كان دعي كرين. هذا علم معتبر كاو لشيء هنا وعلم محفوظ كاو قفك وحفظ سيهي او راغدي وحي لميدا انو قولين وايها وكيد سمينه قاليه اذن وبغين سارق إن الويدنا أذن كبغين لكن كنوزة كلا أدوية ذا وحيوبا هنته يوحو ليا مشاقة شديدة قادس تيدا إلى لين تيدا قف كيدونا وحو قبغ هيا عادا هان مالك السؤول لا أذو يا مالك السؤول والله تقو إن لقد دعا أم الله دعا مرأي ونقيم هذا لقى سوء قرية وحال الشيقة هيا إنو يري إن غين المال مغرون بالخوف مالك هو أنت نمدي سوء حال لحي ريدي عبسي حزن مروغو فهو حزين قبل حصوله إن غني المال مال قفك هذا ككؤة وحال الصعود لي هي بغضين يمرقه هل هو بقايا أما دويساء تيرانيا ذي نواقها فهو حزين قبل حصوله إن تسنه لي وكما غيه آدول ولا هي خائف بعد حصوله مركي وهلك بعد نوا إلال وإيها بغضين أيا جفت كل ما كان أكثر كان أخوف وأغوى كان الخوف أقوى مركز سوء هذا حوله إلى يبطان عفسد وكبد نانس انتي هوري وغنى العلم مغرون بالأمن والفرح والسرور تناد نماذا أقوند لكن غفك أقونت إنو تناد كان نغضو وحال سعود أمان وحال سعود فرح إيا رين رين على سعود وحسد وكلا لغا سوء قوري إنو يري إن غنى العلم وإيها أجل من غنى المال هذا انتي نماذا أقونت هذا انتي نماذا حالها وإيكا عروستهاي فإن غني المال إن غني المال غني بأمر خارجي مال قفك هذا كوي هي أمر نفسي سن عن حقيقة الإنسان بني آدم قد نبتي سوحك بحسن لو ذهب في ليلة أصبح معدما هل هم ندوت كان وحوان هي مدلواي وغني العلم لا يخشى عليه الفقر قفك علمي قد تناتك كوي لكن فقر الله قبغي مايو بل هو في زيادة أبدا مركز تبا كرسينا يكجرا فهو الغني العالي حقيقة وغني سرية ابنه وحسد وكلاو يري علمه صاحبك سواء إلى لياه ودملاها لستا يا خلادات كي يوحي جرا وحان جرا سواء وفنها مالك صاحبك سواء لكن أصوه كربا إنه ويردي يومالك هذا الله سيد علي لغا سوء قولي ودحل قلك وحكم بدها دردارا كيسا نكي لغيدا كميل بن زياد النخعي ودر دار ما هي إنه يدا العلم يحرسك وأنت تحرس المال فوائد علمك مركب الشيء هي علمك واكو إلى لنا هي لكن أديك مالك أديك إلى لنا هي والعلم خفيف حمله ينتقل معك حيثما كنت علمك قديس سوى يفضد هاي تواحد يكو قد دابعان وكو قصة ميسان مال الله ماشا تكتو أيوكو لجوك معناها الإمام الشافعي وامتك أكلها علمي معي حيثما يممت كان معي أني علمي وهلكي أيوة هذه ملك الصفوة كان صارنا وإلى صعدا قلبي وعاء له لا بدن صندوق أني علمي للشيء أنا ومهم كان واقع قلبي جوه لا يعلمي أيهاي صندوق على وش سوى حكجر ورغضها مشي جهي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي هذه قرقة أن جوا علمي قرقة حس أيوة هلكي أي هذه أو كنت في السوق كان العلم في السوق هذا سوق جرنا علمي وأيوة هليا السوق أيوة إلى الجوا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص به إن به كفن شدته يزيد أحواء بتا علمه بتا بكثرة الإنفاق بحين بدنتها بحين تبدن أيك بتا منه علمي حق سلب بحيو مر والبو علمي قاد بحسه هذا فهمي إياه حكا يكر دهيا وضوح مسلمين تأيضت كاتو أخر ليس دعا دونه معرفة ديري أيساو كوكو نغن أيساو علمي قاد مركا نفقيده وكو كبعا وكو زيادة هاي وعلمي قاد علمي لقد دعيو إلهي كو أنفع يكدق هيا مركزو إنسان كو أخريان أقوان أيا أكر ليسا كتابك مركزو أخريان أنت ورواك إفتين بديه إلهي قد ما يقفك فتح تام إلهي أفر وينقص علمك واو يرادا ان شددت به علمك هديه ادغو اد كدوجس كفن
هذا صعب كأفكار كسرت وعند قد بسوء عند عضو عند كبخ يشوء جديد علمي قاسي وأكلم وأنا لقوا عقاب إخوان كأن هذا أجر من أذن فعن أي عقاب كذا علمي أكلم إلى أذن غت جاهل ينقص علمي ويرانا هيا إن شددت به بالعلم هدات كأت كيس كفا ويها بالكف هدات على عش كل وجسوا معناها عدنا هذا أجر جن ونسقام هيا علمي ويرانا هيا إلى أمارته كاب الله الجاهل نغته فلو قد ذقت من حلواه ضعما لا أثرت تعلم واجتهدت ولم يشغلك فيه هوى مضاع ولا الدنيا بزورفها فتنت هل كانوا مركز الشيخ وحو سمينا هيا علمك فوائد أولي هيا يددك إن بدنا كمدى سيدة أموهيهين wuxuu ku baraarujinayaa waxa saabahay inay tahay inaanay war u haynin waxa cilmigu faa'iido u leeyahay dadka ka maqan ama moog wuxuuna sameynayaa muqaarana umurta dadka in badan ay qaanan adduunyada ayuu muqaarana ku sameynayaa in Alla intii adduunyo nafi ay leedahay cilmiguna intaas wax ka sareeya ayuu leeyahay amsaal iyo muqaaranada uu sameynayaa insha Allah oo ka garad doonto aad iyo aad ayuu sheekhu u dhiri gelinayaa dadka una ogeysiinaya cilmiga inuu iska leeyahay ihtimaam wax ka soo adduunyada lagu haysto oo naxshada leh amsaashooda iyo ziyada inuu leeyahay ayuu ku baraarujinayaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.